موضوعنا اليوم بإيت سمارت عن الفستق الحلبي بما أنه هلأ الموسم. ولكن قبل خبريتا لرندا والمسابقة، صباح الخير رندا. صباح النور ستيفاني، كيفنا اليوم؟ كتير منيح مثل ما قلتي، لأنه الموسم مشان هيك أوقات بيخطر عبالي أنا أكون كمان عم خبر خبريات عن مأكولات معينة. في ناس كتير كتير بيأكلوا منها، في ناس بخافوا منها، في ناس ما بيعرفوا قديش هي، إذا هي صحية أما لا أما مضرة. اليوم هو على الفستق الحلبي، واليوم رح نخبر كتير من المعلومات عنه. أول شيء رح بلش به مسابقة بيري لايت، اللي هي السؤال هو أي في أكثر بوتاسيوم، هل هو التين أم العنب؟ بعدنا عم نحكي على المواسم اللي بعدها موجودة. أكيد الفواكه والخضرة كلها بتحتوي بوتاسيوم، بس حكينا شوي عن حسنات البوتاسيوم، لكن اليوم المشاهدين بدهم يعرفوا أي في بوتاسيوم أكثر، هل هو التين أما العنب؟ طبعا المشاهدين عم يجاوبوا على الفيسبوك بيجز ام تي في الايف أو دي سي دي سي أو بيري لايت هيلث سنتر. والثالث الجاي عنا اسم رابح أما رابحة مع الكادو اللي هو أكل من مطابخنا. خبريتي اليوم ما أعرف خطر عبالي أحكي عن شيء اسمه بوتشوليزم. بوتشوليزم هو اللي بيصير إنه هو مرض بيصير معنا وقتها عنا توكسينز أما سموم بتجي من أنواع من الجراثيم أو بكتيريا معينة اللي هي بتضرب الجهاز العصبي، وبتضرب الجهاز العصبي وبتشله. هلا هيدا الشيء في بلش معنا عوارضه وقتها يفوت عنا، وقتها البكتيريا تعطي هيدي السموم ببلش عوارضه بين 6 ساعات من ما تفوت البكتيريا وتعطي سمومها، يمكن عوارضه تبين بعد 10 ايام. هلا من العوارض هي بحس حاله واحد تعبان كثير، بحس حاله واحد عم طلع نفسه، وجع راس كثير قوي، اوقات ما قادر يركز. ومن بعد هيك اذا ما تعالج هالشيء بضل السموم عم تنكب، في يضرب العضل وبعدين الجهاز العصبي طبعا، في ادي الى الموت. اللي عم بحكي عنه انا وهل هالشيء له علاقه بالاكل؟ مزبوط، هيدي السموم وين هي موجوده؟ البكتيريا اللي بتعطي هالسموم بتعيش بمحل ما في كثير اكسجين. طيب شو هو المحل اللي ما في كثير اكسجين؟ تحت بالتراب. فإذا هون ما في كتير أكسجين، شو يعني بتراب؟ يعني نحن وقت عم نقطف خضرة أما فواكه معينة مثل الفريز، اللي هي أما المقتة دايما كمان بتخطر عبين، لأنه بتشوفي بهال ريير. مزبوط، بتشوفي بضل في أوقات تراب، حتى لو غسلنا بضل في شوي 100%. فإذا هون هيدول المأكولات هن معرضين ليكون فيهم البكتيريا اللي بتأدي للبوتشوليزم. كمان شو له علاقة الأكل؟ بالأكل عنا المأكولات اللي هي معلبة، إذا كان فيها منفت أي تنفيس، يعني إذا منفسة هي مفتوحة، أو إذا شفناها مطعوجة. ليش نحن بنقول ما تشتروا المعلبات اللي هي مطعوجة؟ لأنه إذا كانت مطعوجة في أمل يفوت فيها هيدي البكتيريا اللي بتعطي هيدي السموم. أكيد. هلا نحن وقت الانسان تفوت هالبكتيريا على جسمه، طبعا الجسم بحاول هو يرفضها، فمشان هيك بصير في استفراغ. بس فرضا فاتت على الجسم وضلينا مش 6 ساعات، بينت بعد 10 ايام، يعني هيدي شو 10 ايام؟ يعني عم تشتغل شغل قوي. فهون في معقول يكون يؤدي هيدا الضرر، اللي هو بعدين في عنا انتي توكسينز، في عنا علاجات بينعطوا. هلا المهم هون وين بدي وصل انا من الخبريه، انه بليز غسيل الخضره والفواكه غسيل كثير مهم، بده يكون بكثير نظافه، بأشياء اللي هي بتقتل البكتيريا. الشغله الثانيه ننتبه للمعلبات، ما نشتريها ابدا مطعوجه، ووقتها نفتحها بدنا نشم ريحتها. فاذا هون اذا ريحه منا عجبتنا اوعى ندوق، بدنا نكبها. واوقات بتفتحيها ستيفاني بتشوفي مثل الصابون، صح، فوم بابلز دغري، اذا في بابلز هيدي كمان بدها تنكب. فحبيت هون مدري كيف بهيدا الوقت، لانه كل فتره بيصير عندنا مثل ابيسودز لاشخاص معينه بينصابوا بامراض معينه. صح. Exactly. فحبيت احكي لنكون نحن منتبهين لهالموضوع. اكيد. ثانك يو. لكن اليوم بدنا نحكي عن الفستق الحلبي. بعتقد ما في غير فوايد، ما هيك رندا؟ مزبوط. وغير اذا اكلنا بكميات كبيره بننصح. شغلتين،
إذا أكلنا بكميات كبيرة لأنه فيها تكون كباية كاملة فيها 400 وحدة حرارية. نعم. فهيدي في الأشخاص اللي عم ينتبهوا على وزنهم، لأنه هون بلشناها بالقلب الخبرية، اللي عم ينتبهوا على وزنهم وما بدهم ياخذوا هال 400 وحدة حرارية كسناك، أكيد هيدا الشيء بس بلا القشري مظبوط، هيدا الشيء بيأدي في أدي لزيادة الوزن. والشغلة الثانية عند الأشخاص اللي هن عندهم حساسية، ففي نعم. أشخاص عندهم حساسية على البيستاشيوز، إجمالاً اللي عنده حساسية على البيستاشيوز هو الشخص عنده حساسية بيكون على اللوز وعلى الكاجو وعلى البينات. بالإجمال وقت يكون في حساسية على نط معين على وحدة من هالمكسرات الأفضل واحد ما ياخد شيء منهم، لأنه بيكون في أو كروس رياكشن أو بيكون في يمكن عنده حساسية غيرهم. في كتير عالم عندهم حساسية على البيستاشيو، هن زيت ممكن عندهم حساسية على المانجو كمان. فإذا قلنا مين هن الأشخاص اللي ما فيهم يأكلوا كتير، هن الأشخاص اللي عندهم حساسية ما فيهم يأكلوا أبدا، الأشخاص اللي هن ما بدهم ينصحهم ما فيهم يكتروا. هيدي بس هون إذا بدنا نحكي عن المساوئ. لنبلش بحسنات الفستق الحلبي. فستق الحلبي هو من أقل المكسرات اللي بتحتوي وحدات حرارية. فإذا هون نحن وقت عم ناخد 30 جرام، 30 جرام تطلع كمشة فستق حلبي تقريبا هلا مع قشري ولا بلا قشري؟ لا، ما هي 30 جرام مع القشري، يعني هي وقتها نفتحها رح يطلع عندي تقريبا 49 حبة. نعم. وقتها تكون قشري رح تحسيهم كمية كبيرة، مشان هيك أنا دايما بنصح عند وقتها نحن نتناوله ما ناخده مقشر خالص، كل شيء مقشر خالص ناكل بسرعة أكثر. بتمسكيه بالملعقة وبتاكليه، بتكوني أكلتي 6-7 بعمرة واحدة. بالعكس هون هو لسته الفستق الحلبة إنك تفتحيها وتاكليها. نعم. هلا نحن عندنا فستق الحلبة اللي هو طازة، هلا شو الفرق كمان قبل ما أكمل بين إذا كان طازة أو محمص؟ هلا بالفستق الحلبة أول شيء في عندنا دهنيات اللي هي كثير منيحة. بهيدي الكمشة اللي نحن عم نقول 30 جرام اللي هي بتحتوي 160 وحدة حرارية، مثل ما قلنا أقل من حي المكسرات تانية. الكمشة اللي هي 49 يعني تقريبا 50 حبة، 160 يعني سناك كتير لذيذة. هيدي بتحتوي من الأشياء اللي بتحتويها على الدهنيات الجيدة. هون عنا نوعين من الدهنيات الجيدة أو كذا نوع. بالنوعين اللي بدي احكي عنهم هو الساتوريتد المونو والبولي، الاحادي والجماعي اللي هو غير مشبع. وحده من هولي اللي هي بولي ان ساتوريتد وقتها تتحمص بتخف وبتتاكسد. فاذا بضل عندنا المونو ان ساتوريتد، فاذا اذا انا بدي اقارنه محمص اما لا اكيد الطازه احسن. ولكن كمان هون وقتها نحمصه في شغله، اذا حمصناه على نار خفيفه هالبولي انساتوريتد ما بيروحوا، فكمان نحن كيف عم نحمصه بيأثر اذا نحن عم ناخد فوائده اما لا. هلا الشغله كمان السيئه بالتحميص هو بنقول بيصير رانسد، يعني هو ما بيعود يضاين لفتره طويله، وطبعا هالشيء نحن بنقول له بحنن اما شيء هيك، سو هي على وقت ندوقها رح نحس انه طعمتها منا كتير منيحه، وساعتها هون ما لازم ناكله لانه بخاف ما يكون في افلاتوكسينز اما اشياء اللي هي رح تاذينا. سو برجع على الطازه هون بيكون احسن، والا اذا هو كان محمص بتحمص على نار خفيفه بضل في كل الفوائد تبعه تقريبا بيكت. مزبوط. اوكي. واذا محمص بدنا نعرف نحن كيف نحفظه وما بدنا نتركهم عنا لفترات كتير طويله، هيدي لتكون واضحه. هلا الحسنات اللي هي فيه نحن قلنا الدهنيات الجيدة اللي هي عم تحافظ على القلب، عم توطي الكوليسترول العاطل، شغلة كتير منيحة. من ناحية تانية عنا هيدي الكمشة من البيستاشيوز بتحتوي على كمية بروتين كتير لذيذة، فيها 5.7 جرامات من البروتينات. فإذا نحن للفيجيتيريانز بتجنن، دايما الفيجيتيريانز بننصحهم انه يكونوا عم يتناولوا يوميا المكسرات ومنها البيستاشيوز. للأشخاص اللي هن عم يعملوا رياضة بحبوا كمان يكونوا عم ينموا عضلهم، فينا ناخدها كسناك نحن قبل الرياضة سبار أو من بعدها. هلا كمان تتذكر ستيفاني الأكلات اللي فيها ألياف نحن بننصح فيها، خصوصا كنت عم بحكي امبارح على أهمية تناول الألياف، بين دراسة حتى نحن ما يصير عندنا أمراض سرطان الكولون. نعم. فإذا هون قديش هي مهمة، وكل شغلة بقول لكم عنها تحتوي 3 جرامات ألياف وأكثر بالحصة اللي عم تاكلوها، يعني ألياف كتير مهمة. بيستاشيوز اجت على القد 3 جرامات،
فإذا هالكمشة اللي عم ناخذها بتحتوي على 3 جرامات من الألياف، فإذا ساعدت الهضم، ساعدت واحد يفوت على التواليت تظهر معدته بطريقة مضبوطة وحمتنا من سرطان المصران. هلا لنكمل هون على الحسنات، في عندنا كمان من الاشياء اللي موجوده بالبيستاشيوز هو الكوبر اما النحاس. هلا النحاس شغله من اهميتها انه بتساعد امتصاص الحديد، فاذا هون مش يعني هو في حديد، ولكن هو وقتا نحن نتناول الاشخاص اللي عندهم مشكله فقر دم فيهم يتناولوا لانه هو عم بيساعد، كيف نحن بنقول فيتامين سي بيساعد امتصاص الحديد. كمان عندنا الكوبر اللي موجود بقلب البيستاشيوز. من الاشياء المهضومه بالبيستاشيوز وكثير وقتها نكون مع بامريكا بنروح على السوسايتي تبول البيستاشيوز والالموند وهيك، من الاشياء اللي هن بيفتخروا فيها وجود شغلتين بالبيستاشيوز، وجود الكاروتين، عشان هيك بتشوفوا هاللون اللي فيها احمر كمان بقلب البيستاشيو، فهيدا الكاروتين اللي هو اللوتين وزياكزانثين هن كثير مهمين للعيون ومهمين ضد شغله بنقولها ماكلر ديجنريشن اللي هي نحن على الكبر حتى ما يكون عيوننا عم تهتري وما يعود فينا نقشع. كمان من الاشياء المهمه بالبيستاشيوز هو الفيتامين سي اللي هو موجود فيه اكثر من مظبوط اكثر بالفستق الحلبي في فيتامين سي مظبوط اكثر من حيالله مكسرات ثانيه. طبعا هون وقت نكون نحن عم نطبخه وين وي روستت يعني اما نحمصه الفيتامين سي بده يروح، وطبعا كمان الفيتامين سي دائما بخف وقت انت تخلي الشغله عندك لفتره طويله 100%. فهول كمان من الحسنات اللي بنحكي عنها. رح ناخذ اتصال لرندا. الو الو صباح الخير تفضلي. الو بونجور بونجور بليز بدي اسال رندا فهد. الو بونجور بونجور عم تسمعي تفضلي. بليز بدي اسال وقت الفستق اوقات ما اوقات بس يبيت الفستق يعني يصير قديم نرجع اذا حطيناه بالمايكروويف بيتحمص عن الزيت Is it good ولا ما بيسوى نعمل هيك؟ واو شو مهم هالسؤال لانه اجى علاقته بالتوكسنز اللي عم بحكي عنها والفستق يعني جمعت. بدي اسالك اوقات بيصير لونه اسود كمان نحن وعم ننظف الفستق يعني هل هيدا شيء منيح لازم ناكل ما يكون لونه اسود؟ رح جاوب على السؤال اكزاكتلي. فنحن وقت الشغله نحسها قدمت ما كتير منيحة أو بنفس الوقت هون الفستق الحلبي أو بنفس الوقت مثلا بتقولي لي هل حتى اللحم أما الأكل قديم وهيك لأرجع صخنه أما هيك لأرجع حطه بالمايكروويف هيدا شيء ما بيقتل التوكسنز، لكن إذا في توكسنز مثل الأفلاتوكسن مثل البوتشوليزم اللي عم بحكي عنها هلأ مايكروويف لا ما بتقتله لنكون ولا المايكروويف ولا السلق ولا الطبخ هون. فهون لكون عم جاوبك وكون عم بمزج الخبريت اليوم مع البيستاشيوز لارجع هلا بالحقيقه نحن وقت يصير لونه اسود يعني استويت كثير وبنكون ساعتها بننبسط فيها لانه بتفتح بسرعه. ستيفاني نحن بدنا نعرف قديش يعني بدنا نقشع، اذا هي مستويه هالشيء رح يخليها تفتح وناكلها، بس اذا انت انتبهتي انه العفونه تقدري شوي تقشعيها بتقدري بالملمس تبعها بالمنظر بنفكر انه العفونه بس من برا ما في من جوا لا رح تفوت لجوا هيدي هيدا لكون عم جاوبك ودائما بنقول اذا if you're in doubt يعني اذا انت عم تتساءلي منيحه اما منيحه بالاكل throw it out كبيها يعني ما فينا نقول انه منيحه هيك لجربها لا اذا انا ماني واثقه منها اكيد احسن نكبها. مشان هيك بما انه الفستق الحلبي شغله غاليه انا بنصحكم ما تكونوا عم تشتروا منها كميات كثير كبيره يعني نشتري العدد اللي نحن بنعرف انه هلا رح نكون عم نستعمله. وكمان هون قبل ما كمل بعد عندي شيء له علاقته بالسكري كمان الاشخاص اللي هلا بيقولوا لي ولو رندا بس 50 حبه ايه يعني كمان انا اذا بشتري كيس ومثل ما قلنا قعدنا وعلى القعده اكلناه كله بدي اقول لكم انه اكيد في كثير حسنات ولكن في وحدات حراريه صارت ولا سكري والوحدات الحراريه هي ذاتها اذا كان مشوي او اذا كان ني. بالنسبه للسكري من الاشياء اللي هي كثير منيحه ما راح اقدر افسر ليش بس فستق حلبي منيح للسكري ومنيح كثير للجلد بما انه بيحتوي على مواد اللي هي بتحمينا الجلد من النشاف. ميرسي رندا. يا هلا. Have a nice day. Same to you.
مشاهدينا وقفة ومنتابع اللعب.